يقول: لماذا ليست المرأة هي القوامة على الرجل والرجل هو القوام على المرأة؟ أقول وبالله التوفيق، ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه وبين العلة من وراء ذلك، أو وبين سبب ذلك، إذ قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فسببان للقوامة: القوة البدنية ورجحان العقل، وكذلك النفقة كالصداق والنفقة اليومية. والله أعلم.